أحيانا مشاريع دينية تفسد وتخترب. ليش؟ لبعض سفاسف الأمور. ليش في الجلسة قاطعني مثلا؟ ليش ما قبل اقتراحي وهجم علي هجوم كذائي؟ فأنا إذن أخاصمه وأترك هذا المشروع وأترك هذا العمل وما شابه ذلك. إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها. أنت إنسان عمرك 35-40 سنة أو أنت كذلك، المفروض أن تكون وتكوني أعلى من هذا المستوى، من مستويات معالي الأمور. ماذا يعني والله قال هالكلمة عني أو اشتكى علي أو تحدث عني أو أشر علي أو قدمني أو أخرني؟ هذا المستوى، مستوى الأطفال الحارة والفريق اللي ينشئ المعارك بينهم. أما الرجال، أما النساء الناضجات، أما المتصدون للأعمال المفيدة للمجتمع، ينبغي أن يتعالوا على هذه السفاسف. وللأسف نحن نجد أن قسما غير قليل من الاستقالات، من ترك الأعمال، من عدم التعاون، من عدم نجاح الأنشطة الجماعية راجعة إلى مثل هذه الاهتمامات. إذا فرضنا حصل من هذا النوع، وأن إنسانا قال لي كلاما أو ذكر لي شيئا انتهى إلى الهجر، مع أنه في المرحلة الأولى ينبغي أن يكون كما قال القرآن الكريم: واصبر على ما يقولون. هاي المرحلة الأولى، صبر، تجلد، تحمل. إذا ما نفع في هذا الأمر بعدين واهجرهم هجرا جميلا، حتى إذا صار القرار والبناء مالك أن تهجر أخاك، ليكن الهجر هجرا جميلا. تبقى بالتالي تحتفظ معه بذكريات، جزء من حياتك، أعمال مشتركة، صفات طيبة كانت تعجبك فيه وتعجبه أيضا منك. شنو كل هذا ينسى مرة واحدة وإذا بك كأنك لم تعرفه قبل هذا اليوم، ولم يكن بينك وبينه شيء، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فإذا أريد الهجر فليكن هجرا جميلا.